السلام عليكم أبطال تانية سنة، عاملين يا رب تكونوا بخير. أول حاجة في البداية أعرفكم بنفسي، لأن يمكن أول مرة تشوفوني. معكم مستر محمود، بإذن الله هدرس مادة الفيزياء صف التاني ثاني الثانوي. فإحنا قبل كده في الفصول اللي فاتت خدنا خواص الموائع المتحركة، فهنكمل بقى في الفصل الثالث خواص الموائع الساكنة. بس قبل ما نبدأ كده في الشرح والبداية بتاعتنا، هقول لك النظام بتاعنا بسرعة كده مع بعض. احنا عندنا أول حاجة بعد كل درس هنحل شوية تمارين مع بعض هنا على السبورة ومسائل وكده، وبرضو بعد ما اخلص هنزل لك نظام امتحان 10 من 10 ل 15 سؤال مطلوب منك تحلهم، دول نظام هوم ورك ليك أو واجب ليك يعني. وبالنسبة بعد ما بخلص كل فصل بننزل حصة مراجعة بتبقى حل، بس اللي هو بقول لك القوانين والاختصارات كده بسرعة بتبقى عبارة كلها عن حل. يعني بعد كل فصل ما يخلص هتلاقي في حصة مراجعة نازلة على طول حل، هنبتدي نقول فيها الأفكار اللي هي الصعبة شوية بحيث تكون أنت ذاكرت واتمكنت من المادة. الفصل الثالث بعنوان خاص الموائع الساكنة. أول حاجة أول خاصية يعني هندرسها، احنا هندرس في الفصل دوت خاصيتين الكثافة والضغط. فأول حاجة هندرسها في الدرس الأول هي خاصية الكثافة. أهداف الدرس، أهداف الدرس دي الحاجات اللي أنا عايزك تبقى طالع من الدرس عارفها وفاهمها ومتقنها جدا عشان تقدر تمشي في الدرس وتحل أي مسألة تقابلك وتحل أي سؤال يقابلك وتفهم الدنيا. أهداف الدرس إيه؟ التعرف على الموائع. إحنا كنا خدنا الموضوع ده قبل كده في السنين اللي فاتت بس برضه هنراجعه مع بعض سريعا. التعرف على الموائع، دراسة خاصية الكثافة وكيفية حسابها للمادة. القدرة على حساب كثافة خليط مكون من أكثر من مادة، يعني بتبقى طالع من الدرس من هنا قادر تحسب كثافة أي خليط مجموعة من المواد. طبعا احنا هنفسر كل نقطة نقطة بس دي ايه اختصار سريع كده عشان تبقى مركز معايا وفاهم احنا عايزين ايه من الدرس. رقم 4 معرفة الكثافة النسبية للمادة. رقم 5 تطبيقات على الكثافة. تطبيقات على الكثافة النسبية للمادة ده هنشرحها. تطبيقات على الكثافة ديت اللي هي الكثافة دي بنعوزها في ايه في حياتنا أو الحاجات اللي أنت بتشوفها حواليك بنحتاج فيها الكثافة. طبعا درسنا في السنوات السابقة أن المادة يمكن أن توجد في ثلاث حالات. المادة ممكن تلاقيها في ثلاث حالات، الحالة الصلبة زي مثلا قطعة حديد صلبة كده، المادة السائلة زي المية الزيت الجاز، المادة الغازية الهواء بقى نيتروجين وهكذا. فعندي عرفنا قبل كده ونعرف تاني مع بعض ان المادة الصلبة المسافات البينية تبقى صغيرة جدا في المسافات في الايه في المواد الصلبة بتبقى المسافات البينية صغيرة جدا، في المادة السائلة بتبقى متوسطة، في المادة الغازية بتبقى كبيرة نسبيا. قوة التماسك، قوة التماسك في المادة الصلبة كبيرة جدا، في المادة السائلة ضعيفة، في المادة الغازية منعدمة. ليه في المادة الصلبة بتبقى كبيرة جدا؟ عشان الجزيئات جنب بعضها، طبعا هنشرح الموضوع ده دلوقتي، فبتؤدي لصلابة المادة. وفي المادة السائلة ضعيفة عشان الجزيئات بعيدة عن بعضها شوية فبتبقى ايه ضعيفه كصلابه. الماده الغازيه منعدمه لان اصلا بيبقى الاجزاء بعيده عن بعضها خالص فما فيش صلابه خالص. الشكل بقى تتخذ شكلا ثابتا، يعني عندك مثلا كتله من الحديد لو حطيتها في كوبايه هتفضل، لو انت حاطط مربع حديد كده هيفضل مربع حديد، حتى لو حطيته في كوبايه مثلا على شكل اسطوان هيفضل حديد زي ما هو. لو هي هتاخده تاخده، مش هتاخده مش هيخش فيها، بس لو هي هتاخده وهي كبيره يعني هينزل زي ما هو مكعب مش هيتحول. اما الماده السائله تتاخد شكل الاناء، عندي شويه ميه كانوا في ازازه مثلا جبت حله كبيره كده وحطيتهم هياخدوا شكل الحله كلها فبتتغير وتتاخد شكل الاناء. الماده الغازيه نفس النظام تتخذ شكل الاناء. تعالى كده برضو نشرح بسرعه حته ايه حته المسافات البينيه ديت افكرك بيها. فانا عندي حاله هي مثلا الحالات بالترتيب، تعالى كده ايه نبص على الحالات دي بالترتيب. وليكن اول كره دي بتعبر لي عن الماده الصلبه، فلو جيت بصيت كده تعالى كده نحط ايه الجزيئات بتاع الماده الصلبه هتلاقي الجزيئات ايه مقربه من بعضها خالص كده يكاد يكون المسافه بينها معدومه، هي دي اللي بنقول عليها المسافات البينيه بينها صغيره جدا وبالتالي صلابتها كبيره. بعد كده الماده ايه الماده الصلبه. سامحوني في الصوت شويه بس عشان عندي دور برد كده، بس ان شاء الله في الحلقات القادمه هيكون افضل. الماده السائله بقى المسافات البينيه قلنا بينها اكبر شويه فتلاقي الجزيئات ايه كده في مسافات واضحه كده، دي الماده الايه
سائلة. نيجي للمادة الغازية، دي المسافات البينية بقى ايه، بعيدة خالص عن بعض كده، اللي هو ايه كده، في مسافات بينية كبيرة خالص، الجزيئات بعيدة عن بعضها، تمام كده. تمام، فكده احنا فسرنا حتة ايه، حتة المسافات البينية اللي بيترتب عليها الصلابة، بيترتب عليها ان الحاجة تاخد شكل الإناء ولا ما تاخدش. فاحنا نرجع تاني لموضوعنا، يبقى قلنا المسافات البينية صغيرة جدا ووضحناها في الرسم، المادة السائلة متوسطة، المادة الغازية كبيرة، قوى التماسك كبيرة في المادة الصلبة، ضعيفة في المادة السائلة، منعدمة في المادة الغازية. الشكل تاخد شكلا ثابتا، قلناها ووضحناها، تاخد شكلا ثابتا، تتخذ شكل الإناء، تتخذ شكل الإناء اللي هي المواد السائلة والمواد الغازية. في عندي تعريف ظهر بقى من خلال الحاجات ديت، اسمه ايه؟ اسمه الموائع. ايه بقى هو المائع او الموائع؟ بيقول لك اي مادة قابلة للانسياب ولا تتخذ شكلا ثابتا. يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي ما بتقدرش تحافظ على شكلها ثابت، اللي هي ايه؟ من خلال توضيحنا لفوق احنا قلنا لو مادة صلبة حطيناها في اناء او كده تفضل محافظة على شكلها، يبقى كده ايه؟ المادة الصلبة مش معايا، مش من الموائع. يبقى ايه اللي معايا؟ الموائع اللي هي كانت بتاخد شكل الاناء. انا عندي المادة السائلة والمادة الغازية، يبقى الموائع او المائع او الموائع اي مادة قابلة للانسياب ولا تتخذ شكلا ثابتا. يبقى كده المائع او الموائع ينطبق على ايه من المواد بتاعتي ديت، اللي هي المواد السائلة والمواد الغازية. وبالتالي كده هنا فسرناه اهوت، قال لك هناك نوعان من الموائع، الموائع السائلة، الموائع الغازية. الحجم، الموائع السائلة لها حجم معين. يعني ايه لها حجم معين؟ يعني انا مثلا عندي لو جبت اناء مثلا سعته 2 لتر وجيت اصب فيه مثلا وليكن ازازة مية او قارورة اللي هي الكبيرة دي 4 لتر، فانا عندي هلاقي ان هو 2 لتر اتملوا وفاض، فبقى ايه؟ فبقت المية تقع من حواليه. ليه؟ لان الحجم بتاع الاناء اللي هي القاروره اللي انا بفضيها اكبر من الاناء، واللي هو ايه؟ الحجم بتاعه حجم ثابت او له حجم معين. المواد الغازيه تشغل اي حيز وتتخذ حجمه، زي الهواء مثلا اللي حوالينا دوت. بينتشر عادي، وممكن ايه نضغطه او كده ونخلي اكبر كم منه في حيز صغير قوي، يبقى المواد الغازيه تشغل اي حيز وتتخذ حجمه. من حيث بقى ايه؟ من حيث الحركه، الموائع السائله حركتها انتقاليه انسيابيه. يعني ايه حركتها انتقاليه انسيابيه؟ شفت انت مثلا شلال الميه، تلاقيهم الميه متجمعه كده قريبه من بعضها وكلهم ماشيين ايه؟ حركه ايه؟ انتقاليه انسيابيه. زي برضو لما تيجي تسكب ميه او زيت او اي حاجه بتلاقي حركه ايه؟ انتقاليه انسيابيه، يعني تبقى شايفها قدامك كده وتحسها ايه؟ حركه منتظمه شويه. اما الموائع الغازيه انتقاليه عشوائيه، انتقاليه عشوائيه زي مثلا لو جيت نفخت بالون وجيت ايه؟ تفضي الهواء اللي جواه، هتلاقي الهواء بينتشر في كل الاتجاهات بحركه عشوائيه. عكس الميه، احنا قلنا الميه بتلاقي ايه؟ حركه انتقاليه انسيابيه، يعني تحسها ايه كده ثابته وفي اتجاه واحد كده وايه؟ وفي التمام. اما الموائع الغازيه بتلاقي ايه؟ بتلاقي الانتقال العشوائي ليه في كل مكان. من حيث الضغط، احنا قلنا ايه؟ الموائع السائله غير قابله للانضغاط، يعني ما اقدرش اجيب مثلا لتر ميه وانا عايز اضغطه مثلا في ازازه حجمها نص لتر، ما اقدرش. المواد الغازيه قابله للانضغاط، اكتر حاجه اصلا ده اضغط فيها براحتي، زي مثلا النيتروجين، الهواء كده ممكن اضغط مثلا كميه كبيره من الهواء في حجم وليكن ربع متر مكعب. خصائص الموائع، هندرس بعض كميات الفيزياء المهمه لدرس خصائص الموائع الساكنه، وهي قلنا الكثافه والضغط. الكثافه اللي هي درس النهارده، والضغط باذن الله هيبقى معانا في درس المره الجايه. اولا الكثافه، التعريف بيقول لك ايه بقى؟ كتله وحده الحجم من المد. التعريف دوت مبني عليه فهم الدرس كله، يعني هو كلمتين اهوت بس لو انت فهمته يعتبر فهمت الدرس كله. يعني ايه كتله وحده الحجم من المد؟ وانا كان عندي اصلا الحجم بيتقاس بايه؟ بيتقاس بالمتر المكعب، بالسنتيمتر المكعب، بالملي متر المكعب. يبقى الحجم كان عندي بيتقاس بالمتر المكعب، سنتيمتر مكعب، ملي متر المكعب. كتلة وحدة الحجوم، ايه هي وحدة الحجوم؟ يبقى قلنا ايه؟ اللي هي المتر المكعب، السنتيمتر المكعب، الملي متر المكعب من المادة. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعرف حجم مثلا 1 متر مكعب من الحديد يحتوي على ايه؟ يعني لو جبت مكعب يحتوي على كتلة قد ايه؟ يعني لو جبت مكعب من الحديد حجمه 1 متر مكعب، عايز اعرف كده يبقى كتلته كام. نفس النظام برضو لو جبت مكعب 1 سنتيمتر
مكعب 1 سنتيمتر مكعب من الحديد، عايز اعرف الكتله اللي بيحتويها كام، وهكذا في الملي متر المكعب. يبقى كتله وحده الحجوم من الماده، كل واحد متر مكعب او كل وحده حجوم تحتوي على كتله قد ايه. يبقى ثاني كثافه الماده او تعريفها كتله وحده الحجوم من الماده، وهي خاصيه فيزيائيه ثابته للماده الواحده. يعني ايه ثابته للماده الواحده؟ فاكر لو احنا خدنا قبل كده مثلا درجه الغليان، كانت درجه غليان الميه 100 درجه مئويه، هل كانت بتتغير؟ ما بتتغيرش. كان للزيت مثلا درجه غليان ثانيه وليكن، انا مش فاكر بالظبط بس وليكن 80، هل كانت بتتغير؟ ما بتتغيرش. هي نفس النظام برضو الكثافه، كل ماده لها كثافه معينه ما بتتغيرش الا لو حصل بقى ايه تاثير زي الغليان درجه زي لو زودنا درجه الحراره، زي لو بقى فيها شوائب وهكذا. ده هنوضحه خلال الدرس، وده اللي هيكون ايه هنتكلم فيه بتعمق عشان هو محور الدرس اصلا. بس تعالى تاني معايا كده بقى بالتعريف، كتله وحده الحجوم من الماده، يعني كل واحد متر مكعب او كل واحد سنتيمتر مكعب كتلته قد ايه. مكعب مثلا او اسطوانه مثلا حجمها 1 متر مكعب، فعايز اعرف كتلتها كام، سواء من الحديد بقى النحاس الذهب وهكذا. دلوقتي ايه هنروح لتاني حاجه، وهي العلاقه الرياضيه اللي من خلالها بوضح الكثافه. الكثافه رمزها رو، رو في ناس بتكتبه كده مايل شويه، وفي ناس بتكتبه زي الكتاب كده اللي هو ايه اكن حرف ايه بي كده، انت اكتبه مايل احسن كده اللي هو ايه مايل شويه كده، تمام كده تمام. رو بتساوي ام على في. للوهله الاولى كده اول ما تبص على القانون اللي هو رو تساوي ام على في، فانت طبعا من خلال شويه علاقات انت واخدها قبل كده فتقول لي يا مستر ده انا كده عندي الحجم بيتناسب عكسي مع الكثافه، والكتله بتتناسب طردي مع الكثافه. اقول لك لا، تقول لي لا ليه؟ اقول لك عشان هنا في القانون انا اول حاجه قلت لك كتلة كثافة المادة الواحدة ثابتة، يعني كثافة الحديد ثابتة ما بتتغيرش، كثافة الذهب اللي هو النقي، يعني احنا بنتكلم عن المواد النقية، كثافة الذهب النقي ما بتتغيرش، كثافة الزيت النقي ما بتتغيرش، كل مادة نقية لها كثافة معينة ما بتتغيرش. طب أنت هتقول لي طب ما هو كده مديني قانون فيه إن الفوليوم بيتناسب عكسي مع الكثافة والكتلة بتتناسب طردي مع الكثافة. أقول لك القانون ده معمول عشان نحسب منه الكثافة لكل مادة على حدة. يعني أنا دلوقتي العلماء مثلا لما جم اكتشفوا لما هم جم عملوا القانون دوت عملوا الكثافات على أساسه إزاي؟ جم يجيبوا كثافة الحديد مثلا كان عندهم كتلة معينة منه وزنوها وحجمه وقدروا يقسموا حجمه، حسبوه قدروا يقسموا الكتلة على الحجم فطلعوا كثافة الحديد. هل كثافة الحديد هتتغير؟ لا. هقول لك ليه مش هتتغير. أنا عندي دلوقتي مكعب وليكن كان حجمه، تعالى كده نشرح الحتة ديت على جنب، تعالى عشان دي أهم حتة إيه في الموضوع. إحنا قلنا إيه؟ إن كثافة المادة الواحدة ثابتة، والقانون كان بيساوي إيه؟ رو بتساوي إم على في. طب ازاي هي ثابته ما بتتغيرش؟ هقول لك احنا مثلا لو جبنا ده كده متوازي مستويات اهوت او اعتبره مكعب، بس ده متوازي مستويات يعني من الحديد تمام؟ له حجم معين مثلا وليكن كان الارتفاع 2 قاعده 3 دي 5، يبقى 5 في 3 في 2 كان بيساوي كام؟ 5 في 3 في 2 يبقى 5 في 3 ب 15 في 2 ب 30 متر مكعب. يبقى حجمه كان ب 30 متر مكعب، وليكن يا سيدي انا مديك كتلته ان هي كانت ب 10، يبقى الام ديت كانت ب 10 والحجم دوت كان ب 30. هنقول مثلا وليكن ده كثافة مادة معينة، وليكن ايه مادة اكس، او مثلا نقول النحاس، اي مادة زي ما تسماك احنا بنجرب مع بعض يعني. فتعالى على جنب كده، يبقى الرو بتاعته تعال ما نحسبها تساوي ام اللي هي 10 على 30، يبقى تساوي ايه 1 على 3. طب تعالى كده معايا نفس المادة والنحاس ما اتغيرتش، قمت انا جاي من النص كده وقسمت متوازي المستطيلات ده نصين كده واديتك نص لوحده، قلت لك ايه؟ قلت لك احسب لي ايه الكثافه بتاعته.
من لما اجي اديك واقسمه لك نصين، الكتله هتتغير والحجم معاها هيتغير بنفس المقدار. يعني انا لما اديك نص متوازي المستطيلات يبقى كاني بديك نص الكتله وبديك نص الحجم، فبالتالي مفيش حاجه اتغيرت. يعني لو انا هنا كده اديتك نص وهنا نص فهيروحوا مع بعض، فيبقى الحال كما هو عليه ان كثافه الماده الواحده ثابته وبتساوي الام على في، اي ام على اي في، اي كتله بتاعها حته صغيره منه او كبيره على حجمها. طب تعالى كده احنا قسمنا اهوت يا مستر ولقينا ايه نصين، فلما انا اقسم نصين اروح اعمل ايه؟ اروح اقول ان الرو بتساوي، انت دلوقتي لو انت قسمت ده نصين كده كان معاك مكعب نحاس او متوازي المستطيلات من النحاس، ورحت قسمته نصين كده وبقى تترم ايه متساويتين، هتروح توزن الكتله بتاع كل نص لوحده او النص منهم هتلاقيها بقت ايه؟ بقت بنص الكتله كل نص الكتله الكليه. يبقى اللي هي كانت كام؟ هنا دي كانت 10 كتله كليه، يبقى نص الكتله بكام؟ بخمسه. على الحجم بقى، الحجم ايه اللي حصل؟ انا لما قسمتهم كده الحجم اتقسم نصين برضه، فلو جيت حسبت دي لوحدي عندي الخمسه ديت هتبقى 2 ونص، فلو جيت حسبتها هتبقى 2 ونص في 3 اللي هي 7 ونص في 2 اللي هي 15، فبالتالي الحجم برضه قل للنص، فراح احسبها كده الاقي ان 5 على 15 بتساوي 1 على 3 اللي هي نفس الكثافه. فاذا كثافه الماده الواحده ثابته ما بتتغيرش طالما الماده نقيه. طب انا مديني القانون ده يا مستر، القانون دوت عشان احدد كثافه كل ماده على حده او احدد كثافه خليط من المواد اللي احنا هنشوفها في المسائل وهنشوفها في الشرح بعد كده. يبقى تاني وتالت ورابع كثافه الماده ثابته ما بتتغيرش، اوعى حد يلخبطك، طالما الماده الواحده النقيه كثافتها ما بتتغيرش مهما حصل. يجي لك بقى في سؤال يقطع لك اي قطع، يجيب لك جرام من 20 جرام، يجيب لك مش عارف ايه، بس الماده هي الماده وما تضافش عليها شوائب ولا درجه الحراره اتغيرت، فالكثافه ثابته. هنعرف الحاجه الموضوع اللي هو الشوائب ودرجه الحراره في قدام، بس طالما الماده نقيه يبقى كثافتها ثابته، والقانون دوت معمول عشان احدد كثافه الماده الواحده. وهو ما بيتغيرش وثابته عشان هنا انا عندي هي حاصل اسم الام مع البي، بس انا عندي الام والبي مرتبطين مع بعض بيتاثروا مع بعض، لو الكتله قلت الحجم بيقل بنفس المقدار، وبرده في نفس الموضوع لو الحجم قل الكتله بتقل بنفس المقدار، والعكس لو زاد، ولو دي زاد ده بيزيد، فالرو بتفضل عندي ثابته. كده احنا شرحنا الجزء بتاع ايه؟ بتاع ان الرو ثابته للماده الواحده. صيغة الأبعاد، صيغة الأبعاد أنت خدتها في الترم الأول في أولى ثانوي. صيغة الأبعاد كنا بنجيبها من وحدة القياس، سامحوني على الصوت والبرد دوت، الصوت تعبان شوية بقالي أسبوعين كده مش راضي يروح أصلا. المهم وحدة القياس بقى، إحنا أول حاجة صيغة الأبعاد هفوتها دلوقتي لأن كنا بنروح نجيبها من وحدة القياس، فأنت الأول جيب وحدة القياس وعلى أساسها جيب صيغة الأبعاد. فأنا عندي الرو بتساوي ام على في. الام كنا بنحسبها بإيه؟ كنا بنحسبها لما نيجي نقيسها بنقيسها بالكيلو جرام أو بالجرام أو إلى ما شابه، بس بنحول الوحدات عشان احنا شغالين إيه بالكيلو جرام أو ده النظام الثابت بتاعنا. الرو بتساوي كيلو جرام على هنا في، هنا في، والحجم كان بيتقال بالمتر المكعب، فهنا كان متر مكعب، فبقيت عند الرو بتساوي ايه؟ وحدة الكيلو بتاعتها رو بتساوي كيلو جرام، وعايزين ايه؟ نطلع المتر المكعب من المقام للبسط، فبنطلعه بنفس اشارته بس بالسالب، يعني كده يبقى في متر اس سالب 3، او ممكن اكتبها كده ان هي الرو بتساوي كيلو جرام على المتر المكعب. فاحنا كده جبنا وحده القياس. ممكن بقى نروح نجيب ايه؟ نروح نجيب صيغه ابعاد من خلال وحده القياس. يبقى تعالى كده ناخد وحدة القياس اللي احنا طلعناها على جنب، ان وحدة القياس بتساوي
واحد الكويس احنا طلعناه اهوت، بتساوي كيلو جرام على متر تكعيب. نمسح ده كده عشان يبقى معانا ايه مساحة. صيغة الأبعاد خدناها في سنة أولى، كنا بنحددها إزاي؟ كان عندي كميات أساسية وكميات مشتقة، فكنت بحدد صيغة الأبعاد بدلالة الكميات الأساسية فقط. إيه الكميات الأساسية؟ كان عندي ثلاث كميات أساسية هم اللي أقدر أحدد من خلالهم. أول حاجة كتل، أول حاجة كتلة، وكنت برمز لها في صيغة الأبعاد برمز M كابيتال. تاني حاجة كان عندي الطول، وكنت برمز له بحرف ال L كابيتال. تالت حاجة كان التايم اللي هو الزمن، كنت برمز له بحرف التي كابيتال. فأنا بعمل إيه؟ بمسك وحدة القياس وبشوف كل حاجة في وحدة القياس إيه اللي يقابلها في صيغة الأبعاد. فأنا عندي في وحدة القياس هنا هوت اللي إحنا لسه مستنتجينها من القانون، فأنا مش عايزك تحفظ، أنت أهم حاجة ده ما عارف القانون أو عارف يعني إيه الكثافة دي عبارة عن إيه، فأنت من خلالها هتعرف القانون، من خلال القانون تقدر تجيب وحدة القياس، ومن خلال وحدة القياس تقدر تجيب صيغة الأبعاد. فأنا عندي وحدة القياس كانت بتقول لي إيه؟ كيلو جرام إحنا لسه جايبينها على متر تكعيب. الكيلو جرام دوت وزن يعني كتلة، كان بيعبر عنه إيه في صيغة الأبعاد؟ حرف الإم الكابيتال اللي هو كده. هل في أس أو حاجة؟ مفيش، يبقى ينزل زي ما هو على إم تكعيب. إم تكعيب دوت إيه؟ اللي هو الحجم. الحجم ده أصلا كان أساسه طول بس اتكعب، اللي هو L في L في L. يبقى بعبر عن الطول في صيغة الأبعاد بحرف ال L، يبقى فيه L. بس أنا عندي هنا ال L مقسومة مش مضروبة ومرفوعة الأس 3، يبقى بخليها مضروبة بس في الأس بغيره بخليه سالب 3. هل عندي التايم او الزمن في القانون حاجه بتعبر عن الزمن؟ مفيش، يبقى ممكن ما اكتبوش عشان اي حاجه او صفر بواحد، او ممكن زي ما هو عامل هنا كده انزله واخليه ايه تي اس صفر. يبقى احنا كده ايه خدنا العلاقه الرياضيه رو بتساوي ام على في، وقلنا ان دي معموله عشان تحدد كثافه المواد، وان كل ماده لها كثافه معينه ما بتتغيرش. وضحنا بالمثال بتاع المتوازن المستطيلات، وان لما قسمته الكثافه برده ما اتغيرتش، وانها تفضل ثابته للماده الواحده طالما الماده نقيه. وبعدين بعدين خدنا صيغه الابعاد، وبعدين واخدنا وحده القياس. بعدين بقى نيجي ايه للتمثيل البياني. التمثيل البياني بقى دوت تعالى اشرح لك فيه كام نقطه كده عشان ايه يبقى واضح معانا. التمثيل البياني وليكن عندي هنا M وهنا V. احنا عرفنا ان التمثيل البياني او الميل هو حاجة من الاتنين، هو يا اما تاني الزاوية يا اما فرق الصادات على السنان. وطبعا انتوا عرفتوا بكده بتحسبوه ازاي، بس هنتعلم مع بعض تاني. السلوب او الميل كان بيساوي دلتا الصادات او فرق الصادات على فرق السنان. فانا عندي هنا ايه اللي على محور الصادات؟ الكتل. يبقى دلتا ايه؟ دلتا ايه على ايه اللي عندي على محور السنان؟ الفي. يبقى دلتا في. فانا عندي هنا الميل دلتا ام اللي هو فرق الصادات على دلتا في اللي هو فرق السنان. فانا بروح اعمل ايه؟ بروح اقارن الميل بتاعي دوت بالقانون اللي هو معبر عن الحاجة اللي أنا بحسب لها. فأنا عندي إن الرو كثافة كانت بتساوي M على V، فلقيت إن الأسلوب دوت هو الميل هنا. يبقى بالنسبة لي الميل هنا يمثل لي إيه؟ يمثل لي الكثافة. هتلاقيه مديهالك بطريقتين، حاجة من الاتنين، يا يديك زاوية يا إما يديك أرقام. فتعالى نمسح بس الكلام ده كده الاول. خلاص بقى احنا عرفنا ان ايه، خلاص احنا عرفنا ان الميل ايه، الميل هنا في الرسمه ديت هو الرو.
يبقى قلنا في الرسمة ديت السلوب بيساوي الرو اللي هو كان بيساوي دلتا ام على دلتا في. فهو ممكن الميل يديك شكلين له، شكلين له ازاي؟ اول حاجة يديك رسمة كده، وهنا عامل لك الفي زي ما احنا كنا كاتبين، وهنا الام، وتلاقيه عامل لك ايه؟ عامل لك التناسب اهوت، تمام، اللي هو الميل، ولقيته ايه؟ اداك ارقام. اداك ارقام ازاي؟ هنا وليكن مثلا 10 20 30، وهنا برضو قول مثلا ايه 100 200 300 وهكذا. فاذا اصبح عندي الميل هو الرو. فممكن اقدر اطلع الرو ازاي؟ اشوف اي نوتين اخدهم واطلع من خلالهم الميل اللي هو بيساوي الرو. فانا لو جيت طلعت الميل هنا فرق السنتات على فرق السنتات هاخد اي نقطتين، بس احنا ايه بنفضل ناخد اي نقطه مع الصفر عشان يبقى اسهل في الحسابات، او ممكن اخد اي نقطتين عادي، يعني ممكن اقول هنا 200 ناقص 100 او 300، بس يكون نقطتين ورا بعض، او 300 ناقص 200. فاحنا هناخد ايه؟ وليكن مثلا 200 ناقص 100، 200 ناقص 100 يبقى 200 ناقص 100. تعالى بقى اما نشوف ايه اللي بيقابلهم. اللي بيقابلهم ال 100 كان بيقابلها ال 16 ولا ال 10؟ وال 200 كان بيقابلها ال 20. يبقى اروح اقسم على ايه برضو؟ 20 ناقص 10. يبقى الرو طلعت لي ايه؟ 100 على 10 يعني مثلا ب 10. ده مثال انا بكلمك بس ايه؟ الطريقه بتيجي ازاي او بيسالك فيها ازاي، تمام؟ ممكن يسالك بشكل تاني. ممكن يسألك بشكل تاني ازاي؟ يديك رسم شبه كده بس ما يدكش ارقام. امال هيديني ايه يا مستر؟ هيديك زاوية. واحنا عارفين او لو انت مش عارف برضو نعرف تاني مع بعض ان الميل هو تان الزاوية. فانا لو مديك زاوية ومش مديك ارقام هروح اشوف العلاقة بتاعتي او الميل ده بتاعي يمثل ايه، تمام، واروح اجيب تاني الزاوية ويبقى الميل هو تان الزاوية، واقدر من خلاله احسب الحاجة اللي هي الميل بتاعها. يعني في المثال بتاعنا هنا كده بتلخبط كل شوية اجيب الدايرة مكان الاستيكة، ماشي. يعني عندنا هنا في المثال بتاعنا كده ممكن تلاقيه عامل ايه بقى؟ قلنا ايه؟ قلنا هنا ال V، هنا ال M، هنا قلنا ان هيبقى بيساوي دلتا M على دلتا V اللي هو بيساوي الرو، تمام؟ وتلاقيه مديلك ايه بقى؟ رسم لك كده مديلك دي زاوية وليكن 50 درجة. فانت ممكن تتخض تقول ده مش مدينا ارقام احسب او كده، لما تتخض ده اسهل كمان، لانك بمجرد ما حسبت تاني الزاويه فانت جبت الحاجه اللي هو عايزها. بس انا بروح اشوفها ازاي بقى، او ممكن يكون الحاجه دي تحتاجها كمعطى ليك بعد كده يسهل لك حل المساله بعدين، مش لازم يكون مباشره، بس انت تعرفها اول ما تشوف حاجه شبه كده اعرف انك تطلع، ممكن تطلع منها ايه؟ ممكن تطلع منها معطى يبقى معاك يساعدك في حل المساله. فاحنا عندك هتروح ايه؟ هتروح حاطط ايه؟ القانون بتاعك برده زي ما عملنا هناك. قلنا ايه؟ ان الرو كانت بتساوي ام على دي، فلقينا ان الاسلوب هو الرو، يعني الميل هو بيساوي الرو. فالرو تساوي كام بقى؟ تان 50. فتروح تحسب تان 50 على الاله بكام، وتروح تقول ان الرو بيساوي الرقم اللي طلع لك، وتنسى تحط بقى ايه الوحدة بتاعتك اللي هي كيلو جرام على متر أس 3 كده. يبقى شفنا الشكلين اللي هو بيجي فيهم حوار الميل، ان هو يكون مديك زاوية او ان هو يكون مديك ارقام وتقدر من خلالهم تطلع الميل. تعال نغير مثلا وليكن نحط نخلي الرول هنا مثلا، تمام، يعني مديك العلاقة دي كده ومديك ايه
الرو هو اللي هنا، عايزك تشوف هتمثل ايه كميل. فانت ركز معايا كده. بتروح تحسبها عادي زيها زي اي علاقة حسبناها دلوقتي، ان هي بتساوي فرق الصوت على فرق السنان. طب انا رحت لقيت ان سلوب اللي هو هيساوي دلتا ام على دلتا رو. كان عندي قانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا مستر ان الرو بتساوي ام على في. فانا عايز من القانون اجيب علاقه تبقى نفس علاقه دي، يعني عايز اجيب الام على الرو في طرف. يبقى لو ضربت الفي في الرو يبقى رو في في بتساوي ام. تمام. تمام. اذا ام هنودي بقى ايه اللي معانا دلتا ام، ماشي، رو في في تساوي ام. عايزين نجيب الام على الرو في علاقة، يبقى الفي بيساوي الام على الرو. يبقى الميل هنا بيعبر عن ايه؟ الميل هنا بيعبر عن الحجم. نفس النظام برضو لو غير لك الرمز وخلى لك مثلا وليكن الام، خلى لك الام تحت، الام تحت والرو فوق، هنا الام هنا الرو وهنا الام، فهيساوي لي بقى ايه؟ هيساوي لي دلتا، هيساوي لي دلتا رو على دلتا ام. فراح هنحط القانون بتاعي اللي هو رو بتساوي ام على في. فانا عايز اجيب علاقة منه اللي هو بحيث يكون الرو مقسومة على الفي. يبقى هقول ان الام بتساوي رو في الفي. يبقى عشان اخلي ان رو على ام في طرف هنا، يبقى في الناحية التانية قصادها يبقى واحد على في. يبقى الميل هنا بيساوي لي ايه؟ واحد على الفي اللي هو واحد على الحجم. تعالى كده بقى ايه؟ احنا شرحنا دلوقتي الميل وفهمناه مع بعض. تعالى بقى نرجع نشوف الدرس بتاعنا نكمله. بيقول لك نوعها من حيث هل هي كمية قياسية أم متجهة. احنا كنا خدنا ان الكميات نوعين، يا اما كمية قياسية يا اما كمية متجهة. فهي كمية قياسية ليه؟ لان هي حاصل قسمة كمية قياسية اللي هي الكتلة على كمية قياسية اخرى وهي الحجم. يبقى قياسية على قياسية طلع لي كمية قياسية اللي هي ايه؟ اللي هي الكثافة. العامل اللي هي تتوقف عليها، يعني ايه بقى العوامل اللي تتوقف عليها؟ تتوقف كثافة المادة النقية على الوزن الذري ده لو عنصر لوحده، أو الوزن الجزيئي للمركب. يبقى احنا قلنا إن هي ما بتأثرش بالكتلة ولا بتأثر بالحجم. بس ليه مثلا بقول إن كثافة مثلا وليكن الحديد أكبر مثلا وليكن كثافة النحاس؟ أنا مش عارف الأرقام بالظبط بس أقول لك وليكن. ماشي، ليه بقول بقى أو ليه إيه اللي خلى إن كثافة الحديد تبقى أكبر من كثافة النحاس مثلا؟ بقولك ده بيرجع ليه بقى؟ ان الوزن الذري للعنصر او الوزن الجزيئي للمركب. يبقى لو عنصر واحد يبقى الوزن الذري، لو مركب يبقى ايه؟ الوزن الجزيئي لهم كلهم. المسافات البينيه بين الذرات او الجزيئات دي احنا كنا وضحناها، تعالى نوضحها تاني بسرعه كده. هنا بقى احنا عايزين الدايره اهو،
بالمسافات البينية. مثلا عندي وليكن عنصر مثلا اكس، المسافات البينية في كده، تمام. ورحنا عند عنصر مثلا وليكن واي، نرسم دايرة مثلا للعنصر وليكن اكس، ورحنا ايه خدنا نفس الحجم اللي احنا واخدينه في نفس المادة ايه اكس، بس هنا ايه هنا العنصر دوت المسافات البينية بينه اصغر، يعني متركزة كده. فاحنا واخدين نفس الحجم، يعني الحجم ثابت، المادة ايه اللي احنا واخدينه من المادة اكس والمادة واي، بس المسافات البينية اللي هي بتمثل الكتلة هنا عندي المسافات البينية كبيرة، فمخليها الكتلة اللي هي الذرات المتجمعة في حجم معين قليلة، فبالتالي الكتلة قليلة. أما هنا كتلة كبيرة، ليه؟ المسافات متجمعة والمسافات البينية قليلة، فالإيه؟ فالذرات متجمعة بحجم بشكل كبير في حجم صغير، أو إيه بأعداد كبيرة في حجم صغير، فبالتالي كتلتها إيه؟ أكبر لنفس الحجم، فبالتالي إيه؟ كثافتها أكبر، يبقى إيه؟ تعتمد على الوزن الذري اللي قلناه والمسافات البينية. تمام تمام. بيقول لك ايه بقى، مما سبق نستنتج ايه، ان كثافه الماده النقيه لا تتغير بتغير الكتله او الحجم المخزون منها، ودي وضحناها، لان كثافه الماده النقيه خاصيه فيزيائيه مميزه لها، ولذلك قيمتها ثابته عند ثبوت الضغط ودرجه الحراره. يعني طول ما الضغط ودرجه الحراره ثابتين فالايه الكثافه ثابته. ليه؟ ما انا ممكن يكون عندي ماده صلبه مثلا زي الحديد، ممكن احطها في افران اللي هي بتاع الحديد والصلب، اصهرها خالص، احولها من ماده صلبه لماده ايه لماده سائله، فبالتالي انا غيرت شكلها اصلا خالص بسبب درجه الحراره، فاكنها خلاص ماده تانيه لها كثافه تانيه. بيقول لك تتغير كثافه الماده مع تغير كل من حاله الماده اللي احنا لسه كنا بنقول فيها. يعني ايه حاله الماده؟ كانت الماده صلبه وانا خليتها سائله، سيحتها خليتها سائله، فخلاص اتغيرت كثافتها، او خليتها بس لا غازيه، لا بعيده، انا اقدر اخليها غازيه، او مش كل المواد يعني. بيقول لك درجة نقاء المادة اللي هي نسبة الشوائب التي تحتويها المادة. يعني ايه بقى ايه درجة نقاء المادة دوت؟ طبعا دلوقتي مثلا وليكن عندك الذهب، يعني ايه مثلا الذهب؟ تيجي تسمع مثلا يقول لك عيار ايه 18، عيار 21، عيار 24. طبعا ايه عيار 18 ارخصهم، 21 اغلى، 24 اغلى. ازاي بقى الموضوع دوت؟ عشان نسبة الشوائب اللي بنقول عليها دي، نسبة الشوائب في 18 مثلا كبيرة، في ال 21 اقل شوية، في ال 24 اقل شويه، فبالتالي بيتغير الكثافه بنسبه بسيطه. ازاي؟ ان انا مثلا وليكن بيبقى عندي 95% من السبيكه ذهب، بس متضاف عليها شويه شوائب نحاس او كده 5%، وطبعا كثافه الذهب غير كثافه النحاس، فبالتالي ما باجي احسب الكثافه الكليه دي اكنها خليط، ولسه احنا شفنا في الخليط او كده دلوقتي، ده اكنها خليط مكون من 5% نحاس و95% ايه ذهب، فبالتالي الكثافه الكليه للخليط بتتغير عن لو هو ذهب خالص، هي يعني بتبقى قريبة اه بس مش نفس الرقم. ليه؟ لأن داخل عندي 5% مادة تانية، فبيبقى الكثافة بتاعت المادة أو الخليط الناتج هو ايه؟ 5% اللي هي 5/100 في كثافة النحاس مثلا أو الشوائب اللي هي محطوطة، زائد 95/100 في كثافة الذهب اللي هو الذهب ايه؟ النقي. طبعا الأرقام اللي هي ايه؟ هتنزل لك في الجدول على الواتس اللي هي بتاع ايه؟ كثافات المواد الصلبه، جدول كده فيه مثلا الحديد النحاس اللي هي الارقام الثابته دي، الارقام الثابته ديت اللي هي هتبقى موجوده، هي مش حفظ بس يعني مش انتوا مطلع عليه، الارقام الثابته ديت هتبقى محسوبه للمواد النقيه. درجه الحراره بيقول لك لان تغير درجه حراره كميه معينه من الماده يؤدي الى تغيير المسافات البينيه بين الذرات او الجزيئات، وبالتالي يتغير الحجم وتظل الكتله ثابته فتتغير الكثافه. يعني ايه؟ انا عندي كان عندي مثلا مادة هي صلبة كده، كانت المسافات البينية ايه؟ قليلة خالص كده، فضلت ازود في درجة الحرارة، فضلت ازود في درجة الحرارة، فايه اللي بيحصل؟ المسافات ايه؟ بتكبر، وبالتالي ايه؟ نفس الكتلة اللي كانت هنا خدت حجم أكبر، شايف الحجم كبر، وهي يعتبر نفس ايه؟ الكتلة اللي هنا أو نفس العدد اللي هنا، فبالتالي ايه اللي يحصل؟ الكثافة هتتغير، هتتغير ليه؟ لأن ايه؟ رو بتساوي ام على الفي، فأنا عندي الحجم اتغير والكتلة لسه زي ما هي، فبالتالي الكثافة هتتغير بتغير درجة الحرارة. الضغط في حالة الغازات، حيث يتغير حجم كمية معينة من الغاز مع تغيير الضغط الواقع عليه وثبوت
كتلته ودرجة الحرارة. الغاز ده بالذات احنا ممكن ايه يكون مثلا عندنا حجم معين من غاز معين حاطينه مثلا في حاجة ساعتها وليكن 20 لتر، ممكن نقدر باستخدام أجهزة أو كده نضغط ال 20 لتر دول من الغاز في 3 4 لتر. فشوف انت غيرت الحجم قد ايه، فدي عملت ايه بقى؟ دي قللت المسافات الجزئية. يبقى ده قللت المسافات الجزئية، يبقى زودت كتلة، يبقى بالتالي غيرت ايه؟ غيرت الكثافة. يبقى دي الحاجات اللي اقدر من خلالها اغير الكثافة بتاع المادة. شوية أمثلة كده نحلهم مع بعض على أول جزئية ديت. بيقول لك حوض يحتوي على كمية من الجازولين كتلتها 3450 كيلو جرام وحجمها 5 متر تكعيب، فتكون كثافة الجازولين هي، تعالى نحلها مع بعض بسرعة، ده كده تطبيق مباشر على القانون أصلا. بس بص بقى خد بالك، مش أنا قلت لك ده إيه؟ بنستخدم القانون ليه؟ عشان نجيب كثافة لكل مادة على حدة. شوف بقى عاوزنا القانون في ايه؟ اننا هنجيب كثافة لمادة الجازولين. لو ما كانش في قانون او العلماء ما حطوش قانون ليه؟ كناش هنقدر نجيبه. فاحنا القانون محطوط عشان لو مادة جديدة او اي مادة عاوزنا نجيب لها واحنا مش عارفين نستخدم القانون ده. نستخدم القانون دوت اللي هو هنجيب كتلة معينة نوزنها ونحسب الكتلة دي الحجم بتاعها، نقسم الاثنين على بعض كده طلعت كثافة المادة. فانا عندي الرو تساوي ام على في، فالرو بتاعتي قال لك الكتلة بكام؟ قال لك الكتلة ب 3450 اقسمها على الخمسة بتاعتي، الناتج هيطلع لي 690 كيلو جرام على المتر مكعب. الاختيار رقم 2 هو الاختيار الصحيح. نكمل كده مع بعض نشوف في أسئلة تاني. تمام، بص بقى المثال دوت ده اللي شرحت يعتبر شبه او اللي كنا بنتكلم فيه. ركز بقى، بقول لك شريحة معدنية مربعة الشكل كثافة مادتها 700 كيلو جرام. اوعى بقى يلخبطك ازاي، بقول لك كثافتها 700 كيلو جرام. تم قطع ربع الشريحة، قطعنا الربع هو بتاع الشريحة كما هو موضح في الشكل، فتكون نسبة كثافة مادة الجزء المقطوع من الشريحة الى كثافة مادة الشريحة كلها. احنا قلنا ايه؟ كثافة المادة الواحدة ما بتتغيرش طالما درجة الحرارة والضغط ما اتغيروش. ما بتتغيرش. هو بيقول لك انا قطعت، تمام؟ تعالى كده نشوف اللي قطع ده عمل ايه؟ هو قطع كان معاه مربع كامل وليكن 4 وليكن 4 كيلو. قول يا عم حجمه كان 40. ماشي؟ خليك معايا. قطع منه جزء يمثل، بقول لك ايه؟ اهو هنقول مثلا وليكن قطع جزء منه يمثل ربع. فاللي هو قطع اهوت ربعه، بالتالي ايه؟ انت معاك حاجه ومعاك حاجه وزنها 4 كيلو، خدت منها ربعها، بقى وزنها كام؟ بقى وزنها 1 كيلو. والحجم نفس النظام، حجم هيقل الربع، يعني انت خدت ربع الحاجه يبقى انت كده ايه؟ خدت ربع حجمها، فبالتالي عندي الحجم هيبقى بايه؟ ب 10. هنا الـ AV وهنا الـ M. تمام؟ تمام. تعالى كده بقى ايه؟ نحسبهم بسرعة كده. فتلاقي عندك ان ايه؟ ان رو واحد بتساوي 4 اللي هي الكتلة على 40 تساوي 1 على 4. وعندي نفس النظام للقطعة بقى اللي هي ديت، الرو بتاعتها نسميها رو 2 مثلا بتساوي 1 على عشر. احنا كنا قلنا ايه؟ ان الرو 1 بتساوي 4 على 40 يعني 1 على 10، دي هتساوي 1 على 10. طب هي مش محتاج ايه؟ اللي فوق دي اللي كنا برضه اللي فوق دي اللي احنا كنا ايه كتبنا الرقم ده غلط، ده هنا ايه بعد ما اختصرت 1 على 10، فلقيت ان ده ب 1 على 10، فايه فالكثافه ثابته. يبقى الكثافه بتاعت القطع دوت 700 كيلو جرام على المتر التكعيب، برده نفس النظام كثافه المكعب كله 700 كيلو جرام على المتر التكعيب. يبقى النسبه ايه؟ النسبه 700 على 700 طلع لك 1 على 1. انا كنت بديك ايه الشرح دوت عشان افهمك ان هي بتغيرش، ان هي لما قطعت منها حته فكثافه الحته الصغيره او المربع الصغير دوت هو كثافه المربع الكبير ما تغيرش.
بيقول لك الجدول التالي يوضح بعض المواد مختلفة الكثافة إذا تم صناعة 3 مكعبات متماثلة في الكثافة من المواد التالية. فإن الأجسام الثلاثة، تعالوا بقى كده، بيقول لك إيه؟ بيقول لك معايا أجسام ثلاثة اللي هم حديد، نحاس، ألمونيوم، الكثافة بتاعتهم مكتوبة، يعني الأرقام ديت بتمثل الكثافة. تمام؟ فبيقول لك إيه؟ بعض المواد مختلفة الكثافة إذا تم صناعة، بيقول لك 3 مكعبات متماثلة، حط كده خط على الكلمة ديت، 3 مكعبات متماثلة يعني ال V ثابت. يبقى أنا الشغل هنا إيه؟ شغل هنا على الكتلة في الكثافة من المواد الثلاثة، فإن الأجسام الثلاثة أنت عندك كثافتهم هي مكتوبة لك إن هي مختلفة، وأنا عندي إن الرو بتساوي M على ال V، فأنا ثبتت ال V يعني جبت أحجام متساوية من ال3 مواد، فاللعب كله على إيه؟ على ال M، ولقيت إن الكثافة بتاعت ده غير ده غير ده. يبقى اكيد كتلة ده غير ده غير ده. فهو هنا في الاقتراب بتقول لي تتفق في الوزن والحجم؟ لا، عشان هو قال لي ايه؟ يعني قلنا الايه؟ الكتلة هتبقى مختلفة، لان احنا لو ثبتنا بالحجم وليكن بواحد، هتيجي تحسب فالكتلة تطلع لك ايه؟ 790 في الحديد، وفي النحاس 8890، وفي الالومنيوم 2700، ده على اساس ان الايه؟ ان الفي بواحد. فاذا ايه؟ هما بيتفقوا في الحجم زي ما هو قال، ومسافة مكعبات متماثلة، لكن هما مش متفقين في الكتلة. بيقول لك تتفق في الحجم وتختلف في الوزن، تختلف في الحجم وتختلف في الوزن، تختلف في الحجم وتتفق في الوزن. يبقى ايه؟ يبقى تتفق في الحجم وتختلف في الوزن، دي الإجابة الصحيحة. تعالى بقى ايه النقطة المهمة معانا في الدرس بتاعنا، درس النهاردة بتاعنا اللي هو ايه؟ حساب كثافة خليط. خليط اللي هو ايه؟ هو جبت مادة نقية ضفت عليها مادة تانية وعايز احسب كثافة خليط. زي ما كنت لسه بقول ان الذهب مثلا لما بيجي يتعمل بيتضاف عليه سنة نحاس او بيتضاف عليه معادن اخرى عشان تديله صلابة شوية، فدي بعتبرها شوائب فكثافته بتتغير. فانا هنا بقى هحسب خليط اللي هو ايه؟ ضفت مثلا نحاس على قنديل عشان اعمل سباكة معينة، فانا عايز اعرف كثافتها بكام. فانا عندي في نقطة شبه كده عايزك تفهم حاجة واحدة، اول ما تلاقي خليط، اول ما تلاقي خليط كل المطلوب منك امسك كل مادة على جنب. يعني مثلا عندي وليكن ان شاء الله يكون 20 مادة، اهم حاجة ان انا امسك كل مادة هو مديها لي احطها في جنب لوحدها كده، اكون عارف لها الرو بتاعتها لوحدها كام، والام بتاعتها لوحدها كام، والفي بتاعتها بكام، بتاعتها لوحدها بكام. عرفت الام بتاع كل واحدة والفي بتاع كل واحدة والرو بتاع كل واحدة على حدة، خلاص موضوع ان انا اجيب رو او الكثافة للخليط خلاص بقت سهل خالص. ليه بقى؟ لان كثافة ايه الخليط بتساوي ايه؟ كثافة الخليط بتساوي مجموع الكتل على مجموع الحجوم. يعني لو عندي مثلا وليكن 6 سبايك او اي رقم من السبايك، هروح جامع الكتل بتاعة اللي معايا على مجموع الحجوم اللي معايا، فتديني ايه؟ فتديني رو للخليط. تعالى كده بقى ايه توضح معانا بمثال صغير كده هو. تعالى بقول لك ايه؟ بقول لك تم خلط 50 متر مكعب من ماء كثافته 100 كيلو جرام على المتر تكعيب مع 40. تمام. يبقى تعالى كده الاول احنا قلنا بنمسك كل ماده ماده لوحدها، يبقى عندي على جنب كده اللي هو ايه اول حاجه، او ايه نسمي مثلا رقم واحد، هنجيب رو لو بتساوي ايه؟ هو مدالي معطى بتاع الماء 1000 كيلو جرام على المتر تكعيب، وعندي ايه بقى؟ وعندي الحجم هو مدهولي في بتساوي 50 متر. قبل ما اخلص او اكمل بقية المسألة، طالما عندي خليط او مسألة خليط، امسك قلنا ايه؟ امسك كل مادة لوحدها اطلع لها ايه الحاجة بتاعتها. هو مديني ايه؟ مشكورا، مديني ايه؟ كثافة، ومديني الحجم. يبقى فاضل لي ايه؟ فاضل لي اطلع الكتلة. انا عندي كتلة كانت ايه؟ رو كانت بتساوي ام على في، يعني ايه؟ الام كانت بتساوي الرو في الفي. يبقى عندي هنا ايه؟ الام بتساوي الكثافة بتاع المية اللي هي 1000 في 50، يعني بتساوي 50000. طبعا التمييز بتاعها كيلو جرام على المتر التكعيب. تمام. تعالى بقى نكمل مسألة كده. جبنا أول حاجة يعني بالخريطة اهوت، نكمل الباقي.
شوف اول حاجه في المساله كاتبه لك ايه؟ طب ما خلط خلاص، اعرف ان انا امسك كل ماده لوحدها اجيب لها الحاجات بتاعتها، بعد ما اجيب لها الحاجات بتاعتها هتلاقي الدنيا سهله خالص. تعالى بقول لك ايه، مع 40 مع 40 متر مكعب من سائل اخر، اي سائل بقى، بس احنا عرفنا ايه ان اتنين اهوت كل واحد لوحده، احنا بنجيب كل واحد لوحده الحجم بتاعه، سوري الحجم بتاعه 40 متر مكعب وكثافته ر تساوي 8800 كيلو جرام. يبقى من خلال برضو المعطيات دي اقدر اطلع ايه؟ اطلع الكتله اللي احنا قلنا تساوي ر في الفي بل ام، تساوي ر اللي هي في 40 بل ام بتساوي عارف ايه، الحاسبة مش موجودة هنا تقريبا عشان ما نلخبطش، ناخد وقت على ما نرجع تاني هنا ونحسبها بسرعة. 800 في 40 بتساوي طلعت لي كام؟ طلعت لي 3000 ل 32000. الكتلة بتاعت التانية طلعت لي 32 ايه؟ 1000. هنا كيلو جرام، هنا قلنا ايه؟ كيلو جرام برضه. تمام، يبقى احنا قلنا هو بيقول لك ايه بقى؟ فتكون كثافة الخليط، قلنا رو الخليط بتساوي مجموع الكتل على مجموع الحجوم. يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي هنا ايه؟ في واحد، وهنا في اتنين، وهنا ام واحد، وهنا ام ايه؟ اتنين. هنا ام واحد، هنا ام اتنين. تمام تمام، اخد بقى الحاجات بتاعتي دي على جنب وراح احسبها. يبقى خلينا عارفين ان احنا طلعنا الايه؟ ان الفي واحد، ومنتهى الاصل في منطقة المسألة، بس نطلعها على جنب كده عشان لما نيجي نحسب. تمام، ودي اتنين بتساوي 40. طلعنا احنا الكتل من الايه؟ ام واحد بتساوي 55000، وان الام اتنين بتساوي 32000. تعالى بس كده ايه نمسح عشان نفضي مساحه معانا. يبقى ام الخليط بتساوي ايه؟ قصدي رو الخليط بتساوي ايه؟ مجموع الحجوم برو الخليط بتساوي مجموع الكتل اللي انا طلعتها اللي هي 50000 زائد 32000 على مجموع الحجوم اللي هم 40 زائد 50. نعمل ده على الآلة الحاسبة كده، نعملها هيت مع بعض. بيقول لك ايه؟ 50000 زائد 32000 على 90 طلعت تقريبا ايه؟ اللي هي 911.1، اللي هي اقرب حاجة الاختيارات ليها اللي هي ايه؟ 911 كيلو جرام على المتر المكعب. كمان مثال على الخليط، بيقول لك اناء سعته نص لتر مملوء بمزيج من سائلين A و B، كثافتهما الاولاني على الترتيب كده 8000 كيلو جرام، والتاني 1800 كيلو جرام على الترتيب. فاذا كان حجم السائل A يساوي 2 من 10 لتر، وفرض عدم تغير الحجم الكلي للخليط، يعني كده كده الخليط ايه حجمه ثابت، فان كثافه المزيج تساوي. قلنا احنا بنعمل ايه؟ قلنا بنجيب كل ماده لوحدها على حده الحاجات بتاعتها، وبنجمع كله مع بعض في الاخر، وما تلخبطش نفسك، اشتغل ايه على كل ماده لوحدها. فانا عندي اول ماده هنا اللي هي الماده رقم واحد، تعالى كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان كثافتها ان الرو بتاعتها بتساوي 8800 كيلو جرام على المتر. تكيف تمام. وبيقول لك حجمها ايه؟ ان البي بتاعها بيساوي، طبعا احنا عارفين ان اللتر هو هو المتر مكعب، بدأك انها متر مكعب يبقى ايه؟ 10 متر مكعب. تمام كده تمام. عندي الكتله كانت بتساوي ايه؟ الكتله كانت بتساوي
الرو في الفي، يبقى الام تساوي 800 في 2/10. اذا ام تساوي 800 في 2/10 تقريبا 160. ب 160 يبقى تعالى كده على طول، يبقى دي البي واحد والام واحد، واحد بتساوي 2/10 وام واحد بتساوي 160. تمام. تعالى بقى ايه نشوف السائل التاني بيتخلط معاه. بقول لك ايه، ومديني الرو بتاعته تساوي 1800. تمام. فاذا كان ماشي، اذا كان حجم السائل الاول ايه. تمام. طبعا هنا عندي في ايه، في معطى بس مبهم شويه. ايه هو المعطى المبهم؟ انا معايا حجم على فكره السائل التاني، بس ازاي؟ تعالى كده، الاناء كله سعته نص لتر، وبيقول لك السائل الاول خد 2/10 لتر، بيقول لك بعد ما انا خلطت الحجم النهائي ما اختلفش. يبقى اذا الحجم بتاع السائل الثاني كام؟ 3/10، اللي هو الحجم بتاع الاناء كله نص ناقص الحجم بتاع السائل الاول. ليه؟ انا بعد ما خلطت كنت انا مالي الاناء كله برده والحجم ما اتغيرش. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا الحجم بتاع الثاني نص ناقص 2/10 ب 3/10. ما انا عندي هنا الفي بتساوي 3/10. راح احسب الام، ام هتساوي 3/10 في 1800، يبقى هتساوي خمسمية واربعين. انا طلعت هنا برضو ايه، بي اتنين بتساوي 3/10، والام اتنين بتساوي، الام اتنين قلنا بتساوي 540. تعالى كده بقى ايه نشتغل المسألة بتاعتنا ونروح نعوض في القانون بتاعنا على طول. القانون بتاعنا بقى كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان رو الخليط بتساوي مجموع الكتل على مجموع الحجوم. رو الخليط هيساوي مجموع الكتل، مجموع الكتل اللي هي ام واحد وام اتنين. ام واحد 160 زائد ام اتنين طلعناها 540 على مجموع الحجوم اللي هي 3/10 زائد 2/10 اللي هي نص. يبقى رو الخليط بتساوي، لو جمعنا دول مع بعض كده ده عندك 600، يبقى 700 على نص، يبقى الناتج 1400 موجود في الاختيارات. يبقى انا حل تمام. انت بقى ما يهمكش، او احنا بعد كده حتى هناخد مسائل اكتر من 2 خليط، او ممكن 3 4 5 ايا كان، انت ما يهمكش. انت طلع كل معلومات واحد لوحده من خلال المعطيات اللي مديها لك. تمام. وبعدين افرض القانون بتاعك، حط الكتل فوق، حط الحجوم تحت، مجموعهم يعني مجموع الكتل فوق ومجموع الحجوم تحت، اقسم على بعض يديك رو للخليط. نيجي بقى للنقطه رقم 4 عندنا في درسنا، وهي ايه؟ الكثافه النسبيه للماده. الكثافه النسبيه للماده ديت انا بنسب جميع المواد للميه، اللي هو ايه؟ كثافه مثلا وليكن النحاس بالنسبه لكثافه الميه. وطبعا عندما نسبه يبقى ايه؟ يبقى الوحده بتطير مع بعضها، يبقى ملهاش وحده. بنسب كل المواد للميه، كثافه الزب بالنسبه للميه، كثافه الحديد بالنسبه للميه، كثافه النحاس بالنسبه للميه، كثافه الجازولين بالنسبه للميه، وهكذا. فهي ديت الكثافه النسبيه. طبعا انا عندي، او لازم أن تبقى عارف او يدلك معطى برضو، ان كثافه الماء 1000 كيلو جرام ما بتتغيرش. فلما دي تكون معاك معلومه وتيجي تقول الكثافه النسبيه، فانت تروح تحسب كثافه الماده اللي هو مديها لك، او تشوفها محتاج منك ايه، وتروح قاسمها على كثافه الميه. اذا طلعت كثافه اللي ايه محفوظه اللي ايه 1000 كيلو جرام، اذا طلعت الكثافه الايه النسبيه. فبقول لك بقول لك ايه بقى؟ الكثافه النسبيه رو تساوي رو للماده اللي هي رو ماده على رو للماء تساوي ام مادة على ام ماء. طبعا ده هنوضحها تحت. تمام. تمام. يبقى رو النسبية هي رو للمادة عند درجة حرارة معينة. لازم درجة حرارة تكون ثابتة للمادتين، عشان احنا قلنا درجة الحرارة بتغير ايه؟ بتغير من الكثافة للمادة الواحدة. يعني درجة الحرارة لو زادت لمادة معينة بتغير كثافتها، دي الحاجة الوحيدة. هي والضغط الإداري يأثر في الكثافة، أما الكتل الحجم ما بيأثروش. يبقى رو النسبية رو المادة عند درجة حرارة معينة على رو الماء عند درجة حرارة معينة. رو النسبية برضو ممكن نقول ايه؟
بما ان الام تناسبها طردي في القانون اللي انا بقدر احدد منه الكثافه مع الرو، ممكن اقدر اقول ان كتله حجم معين من الماده، بس ايه؟ حجم معين، حجم معين من الماده عند درجه حراره معينه على كتله. المفروض هنا اغير كلمه كده بصلحها لكم في البي دي اف، كتله نفس الحجم دي تتشال كده، وهنا اكتب ايه؟ نفس الحجم، عشان ايه؟ ابقى مثبت الحجم، انا شغلي كله على الكتلة. يبقى كتلة حجم معين من المادة عند درجة حرارة معينة على كتلة نفس الحجم من الماء عند درجة حرارة معينة. تمام؟ ماشي، بصلحها لكم ديت، بس انت عرفها برضه. مثال على الكثافة النسبية، بيقول لك دورك كتلته وهو فارغ. يعني الدورك هو فارغ كده، الوزن احنا عارفين طبعا، حتى لو كوبايه صغيره كده يبقى لها وزن، نحطها على الميزان تديك وزن. بيقول لك هو فارغ كتلته كام؟ كتلته هو فارغ 230 جرام، هو مملوء بالماء كتلته كام؟ 700 جرام، وكتلته هو مملوء بالزيت كام؟ 600 جرام. يعني نفس الدوره لو مليته بالايه؟ بالماء لحد اخره كده، اجي اوزنه الاقيهم 700. لو حطيت فيه زيت ومليته برضو الاخر، اجي اوزنه الاقيه 600. فان الكثافه النسبيه للزيت بتساوي، تعالى كده، احنا قلنا ايه؟ قلنا الكثافه النسبيه ايه؟ حاصل قسمه كثافه اي ماده على كثافه الماء، او حاصل قسمه اي كتله معينة على نفس كتلة حجم معين من مادة مثلا معينة على كتلة نفس الحجم من الماء عند نفس درجة الحرارة. فأنا هنا عندي الدورك هو نفس الدورك، يعني الحجم ثابت، فتمام كده أقدر أطبق العلاقة بتاعت التانية اللي هي إيه؟ رو النسبية، اللي هي الكتلة على الكتلة. ليه؟ لأن الدورك اللي هو الحجم ثابت ما اتغيرش. فانا عايز اروح اطلع ايه دلوقتي؟ عايز اروح اطلع كتله الميه بكام، وعايز اطلع كتله الايه؟ الزيت بكام. بيقول لك هو فارغ 230، هو مملوء بالماء كان 700، يبقى كتله الميه على طول ايه؟ طرح ال 700 ناقص طرح هو ايه؟ فارغ. يبقى ام للماء تساوي 700 ناقص 230، يبقى ام اللي هي الماء تساوي 700 ناقص 230 اللي هم 470. كده انت جبت حجم ايه؟ حجم الميه بس بالجرام. ماشي، لو احنا عاوزنا نحول هنحول، ما عاوزناش خلاص، لانهم بيطيروا مع بعض خلاص. تمام؟ بيقول لك وكتلته هو مملوء بالزيت 600. تعالى كده، ام الزيت بتساوي 600 ناقص 230 برضه، يبقى ام للزيت بتساوي كام؟ بتساوي 300. ام للزيت بتساوي كام؟ 370. تمام؟ قلنا ادام الحجم ثابت يبقى اقدر اقسم الكتلتين على بعض واطلع الكثافه النسبيه. يبقى رو النسبيه بتساوي كتلة المادة اللي هي 370 جرام على 470. تمام؟ جرام مع جرام يطير عادي، مش لازم احول، انما دي بالجرام وبالجرام. يبقى الكثافة النسبية هي 370 على 470، نحسبها كده نشوف هتطلع بكام. طلعت علامة 7.87 اللي هي ايه؟ 787 من 1000. يبقى الإجابة رقم 4 هي الإجابة الصحيحة. تعالى نمسح بقى الكلام ده كده عشان نفضي معانا ايه؟ مساحة الحل اللي بعده. بيقول لك سعة الدورك، عايز يعرف سعة الدورك بكام؟ سعة الدورك بكام؟ يعني عايز أعرف الحجم بتاع الدورك اللي هو ده كان قد بعض اللي هما كانوا متساويين في دوت بكام؟ فأنا عندي عارف إن كثافة المية تساوي 1000 كيلو جرام. فمن خلال ان انا عارف كثافة المية، ان الرو المية بتساوي 1000 كيلو
جرام على متر تكعيب، تمام، ولقيت ان الحجم المعين دوت بيتملي بكتلة مقدارها اللي احنا كنا حاسبينها 470. فانا عندي ان الرو تساوي ام على الفي، يبقى 1000 هيساوي ام. خد بالك بقى، ام هنا بالجرام انا عاوز نحولها ليه؟ لان كثافه الميه 1000 كيلو جرام على متر تكعيب، فلما تروح تلاقي كتله بالجرام كنا مطلعين دي بالجرام، يبقى 470 في 10 اس سالب 3 على الحجم. فيديك ايه بقى؟ فيديك ان الف في الفي بيساوي 470 في 10 اس سالب 3. اذا الفي بيساوي 470 في 10 اس سالب 3 على 1000، يعني ده هيساوي كام؟ هيساوي تعال نحسبها كده، 470 في 10، فين بقى الأس هنا في الآلة دي؟ أس سالب 3 على 1000. طبعا اللي هو ايه 400، هتنتج لك اللي ايه 470، ده هتنتج لك ان هي بتساوي ايه 470 في 10 اس سالب 6 متر مكعب. وتعالى كده فوق ناخد الناتج اللي احنا طلعناه ده كده اللي هو 470 في 10 اس سالب 3 اس سالب 6 متر مكعب. نحول من متر مكعب لسنتيمتر مكعب، كنت بضرب في 10 اس 6. ليه؟ عشان احول من متر سنتي متر بضرب في 100، تمام؟ بس 100 اللي هي ايه؟ اللي هي 10 اس 2 متكعبه، عشان ده متر مكعب، يعني انا المفروض اضرب في 10 اس 2. طبعا انت خدت الحاجات دي في سنه اولى. طب لو هو حول من متر متر مكعب لسنتيمتر مكعب، بضرب في 10 اس 2 والتلاتة بره اهيت، يبقى بقى لي 10 ايه اس 6، تمام تمام يبقى انا عندي النتيجه اللي طالعه لي 470 في 10 اس سالب 6 متر مكعب، دي هتروح تتضرب في 10 اس موجب 6، يبقى هنا لما اضربها في 10 موجب 6 عشان احولها لسنتي، الموجب دي هتروح مع السالب دي، يبقى لك النتيجه اللي هي 470 سنتي، يعني هنا 470 سنتي متر مكعب، اللي هي النتيجه دي نتيجه رقم 1. نخش بقى ايه على اللي بعده، وهي ايه اخر حاجه معانا في النقاط الرئيسيه، وهي تطبيقات على الكثافه. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستفاد منها في الايه كثافه في حياتنا العمليه او في حياتنا العاديه؟ بقول لك الاستدلال على مدى شحن البطاريه، يعني اعرف اقدر اعرف من خلال حساب الكثافه ان انا اقدر اشوف البطاريه مشحونه ولا لا بتاع السيارات، عن طريق قياس كثافه المحلول الالكتروليتي اللي هو حمض الكبريتيك. في حاله التفريغ تقل كثافه المحلول الالكتروليتي. بص، هو المحلول بيبقى عباره عن جواه جزيئات برضو بينها مسافات معينه، مسافات بينيه معينه، تمام؟ بس هو في حاله ان هي لما البطاريه بتيجي تشتغل، في جزيئات من دي بتروح تتفاعل مع المواد الكيميائيه، فبتسيب مكانها هي وبتخرج، بتروح تتفاعل عشان تولد ايه؟ تولد طاقه، فهي سايبه ايه؟ مكانها وراحة تتفاعل، تمام كده؟ او اللي هي بتستهلك، يعني وهي بتتفاعل عشان تولد الطاقه، خلاص كبرت لي المسافات البينيه، والمسافات البينيه كانت
صغيره كبرت. ليه كبرت؟ عشان اصلا في جزيئات سابت مكانها، فبالتالي ايه الكتله في نفس الحجم قل، فبالتالي الكثافه بتاع ايه المحلول هتقل. بعرف من كده ان ايه ان البطاريه فارغه، او ان ايه معظم الجزيئات اتفعلت فالبطاريه فارغه، فبالتالي ايه الكثافه قلت اهو. تقل كثافه المحلول الالكترولوتي الالكترولوتي حمض الكبريتيك المخفف نتيجه استهلاكه في تفاعله مع مكونات الصوت، راح يتفاعل فكبر المسافه البينيه فبالتالي قلل الكثافه. في حاله الشحن، حاله الشحن بقى انا ايه برجع الجزيئات دي لمكانها تاني، ازاي كثافه المحلول الالكترولوتي حمض الكبريتيك المخفف نتيجه تحرر اليات الكبريتيك من اللوح او الصوت. يبقى كده لما يلاقي الكثافه بتاع المحلول الالكترولوتي قلت يبقى كده ايه البطاريه عايزه تشحن او اللي هي فارغه، لما الاقيه زادت يبقى كده البطاريه مشحونه او اتشحنت. تشخيص بعض الامراض مثل الانيميا وزياده الاملاح. الانيميا عن طريق قياس كثافه الدم، براعي قياس كثافه الدم تمام. تراعي كثافه الدم في حاله في الحاله الطبيعيه ما بين 1040 كيلوغرام على المتر و1060. طول ما انا لقيت كثافه الدم بين الرقمين دول يبقى الشخص ده طبيعي ومش مصاب بحاجه. فاذا قال لك كثافه الدم عن 1040 دل ذلك على نقص تركيز كرات الدم الحمراء، يبقى كده في نقص في تركيز كرات الدم الحمراء، يبقى كده في انيميا اللي هي فقر دم. اما زياده تركيز الاملاح في البول بقدر اعرف الانسان ده عنده املاح ولا لا عن طريق كثافه البول. الكثافه المعتاده له 1020 كيلو جرام على المتر المكعب. وبعض الامراض تؤدي لزياده نسبه الاملاح، يعني اول ما الاقي كثافه اكبر من 1020 يبقى اذا المريض ده مصاب بانه عنده زياده نسبه الاملاح وبالتالي محتاج لعلاج. الكثافه المعتاده للبول هي 1020 كيلو جرام على المتر التكعيب. وبعض الامراض تؤدي لزياده نسبه الاملاح في البول، يؤدي لزياده كثافه البول عن الحاله الطبيعيه. في قانون كده ايه عايزين برضو نعرفه كده عشان ايه بيجي مثلا في المسائل الرخمه وكده، هنحل عليه كذا مثال بعد كده، بس هنحل عليه النهارده برضو مثال كده ايه نفهم منه الدنيا. بقول لك قانون حساب الكثافه لجسم مجوب. انا لما كنت بشرح كنا بنتكلم عن ايه، عن مكعب او متوازي المستطيلات او اي حاجه بس كلها صلبه كده ما خدتش منها جزء او حاجه. اما افرض انا عندي مكعب كده وجيت رحت قارن فيه كده ورحت واخد منه جزء مثلا وليكن كوره، خلاص بقى مجوف، فانا شلت منه كتله وشلت منه ايه حجم. فلما اجي احسب له الكثافه ما ينفعش بقى ايه اروح اقول كتلته اللي هي بقت بسيطه لما اجي اوزنها ما شلت منه جزء كبير هي كتله اقل، ما ينفعش اروح بقى ايه احسب الحجم الخارجي، لا لازم احسب الحجم الخارجي ناقص الحجم الداخلي اللي هو اتاخد منه. ليه؟ هو اللي اتاخد منه اتاخد كتله وحجم، ففي الحاله ديت ما احسبش الحجم الخارجي بس، لا الحجم في الحاله دي بيساوي الحجم الخارجي ناقص الحجم الداخلي اللي هو اتقطع. فانا عندي رو لما يكون جسم اجوف، جسم اجوف اللي هو شبه ده، بص دي كده دي كوره اهي، بس انا جيت جواها اخدت شبه اسطوانه او شبه حاجه وعملت تجويف مثلا، فالتوجيف اهوت خدت منها فكتلتها قلت. لما اجي اوزنها الاقي كتلتها قلت، وبالتالي لازم لما اجي احسب الحجم ما احسبش الحجم الخارجي وخلاص، لا احسب الحجم الخارجي ناقص الحجم الداخلي. فدي فكره بيجيبها لك في المسائل. تعال نحل عليها ايه المساله دي بسرعه كده، بفضل لنا شويه اسئله بصوت. بيقول لك متوازي المستطيلات من الصلب كتلته 50 جرام وابعاده موضحه بالشكل. عندك الابعاد اهوت 8 سنتي طول الارتفاع 2 العرض 5 وبعد وضحها بالشكل المقابل. يحتوي على تجويف اسطواني منتظم المقطع. فاذا علمت ان كثافه الصلب 8 جرام على السنتي متر المكعب فان مساحه مقطع التجويف، انت للتسهيل عن نفسك هو جايب لك الكتله بالجرام وجايب لك برده الكثافه بالجرام على السنتي متر مكعب. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان ايه وحده قياس الكثافه كيلو جرام على المتر المكعب تمشي، او جرام على السنتيمتر مكعب تمشي برضه. فهو للتسهيل عشان ما تصعبش على نفسك تفضل تحاول في الوحدات وفي الاخر هتلاقي نفس النتيجه، فطالما جرام وجرام على السنتي فتمام. لو هتلخبط او كده حولهم بس عشان ما تضيعش وقتك، لا خلاص ده ما الكتله بالجرام والكثافه بالجرام على السنتيمتر مكعب ما تحولش. بقول لك فان مساحه التوجيف تساوي، عايز مساحه التوجيف ده وانا عندي متوازي مستطيلات كده خدت منه اسطوانه اللي هو في الشكل دي كده، متوازي مستطيلات خدت منه اسطوانه، عايز مساحه ايه مقطع التوجيف اللي هي مساحه الدايره. طبعا احنا عارفين ان حجم الاسطوانه بيساوي مساحه القاعده اللي هي بتبقى دايره في الارتفاع، مساحه القاعده اللي هي الدايره 2 باي
لا مساحة مش القاعدة باي نك تربيع يعني باي نك تربيع في الارتفاع. الارتفاع اللي هو عند ارتفاع الأسطوانة هنا هو ارتفاع متوازي المستطيلات هو 2 سم. فأنا عندي هنا بالقانون احنا قلنا كثافة الصلب رو، تمام رو. تساوي طالما قلنا جسم مجوب يبقى هتساوي الكتلة اللي هو مديهالي على فرق الحجوم. الحجوم بقى اللي هو الحجم الخارجي ناقص الحجم الداخلي. الحجم الخارجي هو حجم ايه؟ هو حجم متوازي المستطيلات. طب الحجم الداخلي ايه؟ هو حجم الاسطوانة. المهم الكتلة عندي بكام؟ 500 جرام. حجم متوازي المستطيلات اللي معايا المعطيات كلها اقدر من خلاله اجيب ان انا معايا الكثافة ومعايا الكتلة. انا معايا الكثافة ومعايا الكتلة ومعايا الحجم اقدر اجيبه ونحسبه دلوقتي مع بعض بتاع متوازي المستطيلات. هيبقى فاضل لي ايه؟ هيبقى فاضل لي حجم الاسطوانة. وانا عارف ان ارتفاع الاسطوانة هو الارتفاع ده اللي هو 2 سم. فبقى فاضل لي ايه؟ المساحة اللي انا هطلعها وهي تبقى ايه؟ مساحة الدايرة. تعالى نحسب مع بعض كده بسرعة. ان رو تساوي ام اللي هي 500 على الحجم بتاع متوازي المستطيلات 8 في 2 ب 16 في 5 يبقى 2 في 5 ب 10 8 يبقى 80. يبقى ايه 80 ناقص هنا ايه حجم تجويف اللي هو الاسطوانة. يبقى لما تيجي تقول رو اللي احنا قلنا ان هي ب 8 تساوي 500 قلنا ايه؟ ثواني عشان ايه؟ احنا قلنا ان الرو اللي هي ب 8 بتساوي 500 على 80 ناقص الحجم. لما نيجي نحسب حجم الاسطوانة، حجم الاسطوانة عارفين ان هو بيساوي، فلما تيجي تحسب الحجم دوت هيطلع لك اللي هو حجم الاسطوانة. حجم الاسطوانة اللي هو دوت اللي انا كنت بنجيبه، لان الفي بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي 17.5 سنتيمتر مكعب. بس احنا عايزين ايه؟ نجيب مساحة القاعدة بتاعتها مش الحجم. بقول لك المساحة بتاعتها بتساوي كام بتاع القاعدة. فانت عندك كنت عارف ان قانون حجم الاسطوانة مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هي باي نق اللي هي ار تربيع في اتش اللي هو الارتفاع. فانت عندك اتش هنا اللي ايه 2 سم. اذا ايه لما يكون عندك 17.5 تساوي باي ار تربيع اللي هي مساحة القاعدة في ال h اللي هو 2. اذا مساحة القاعدة اللي هو ايه باي ار تربيع دوت بايه؟ 17.5 على 2 اللي هي هتديك تقريبا 8.75. تعال نتأكد منها كده بس هي صح يعني 17.5 على 2 بيساوي 8.75. كده احنا نعتبر ان غطينا معظم الايه الافكار اللي في الدرس. لسه هناخد امثله تاني ايه في حصه المراجعه. تعالى اما ناخد شويه امثله كده بسيطه مع بعض. بيقول لك تم خلط كتلتين متساويتين من مادتين مختلفتين كثافتهما 2000 كيلو جرام على المتر و 6000 كيلو جرام على المتر التكعيب لتكوين خليطة متجانسة بحيث كان حجم الخليط مساوي لمجموع حجمي المادتين قبل الخلط، فإن متوسط كثافة الخليط تساوي. المسألة دي فيها فكرة اللي هي إيه بقى؟ بص
بيقول لك تم خلط كتلتين متساويتين، يعني الكتلة بتاعتهم ثابتة ما بتأثرش في حاجة. ليه؟ لأن أنا هخلط كتلة متساوية M1 بتساوي M2، تمام؟ تمام. فأنا لما خلطت كتلتين متساويتين من مادتين مختلفين، طالما الكتلتين متساويتين يبقى رو الخليط. بص هو انا اقول لك برضو عشان ايه تبقى لك اكتر، تعالى كده تعالى. بيقول لك متساويتين اللي هم كتلتين متساويتين، تمام، من مادتين مختلفين كسبتهما الـ2000 والـ6000 لتكوين خليطا متجانسا بحيث كان حجم الخليط مساوي لمجموع حجمي المادتين قبل الخلط. يبقى الحجم كله برضو ايه ما اتغيرش. يبقى انا عندي الرو بتساوي رو الخليط بتساوي الكتلة الكلية على الحجم الكلي. أنا هنا خدت كتلة متساوية، أنا عندي كان عندي مادتين وليكن حديد وذهب، خدت نص مكعب من دوت وخدت نص مكعب من دوت وضمتهم مع بعض كده، تمام، بحيث الحجم المكعب الجديد قد حجم كل واحد لوحده قبل كده، تمام تمام وخدت برضو ايه كتل متساوية، تمام. ففي الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ تعال اوضحها لك الاول ايه كده بايه بشريط كده. فبالنسبة لكثافة الخليط لو انا عندي مادة هنا وليكن كثافتها 1000 وهنا مادة وليكن كثافتها 2000 وثبت الحجم، كل ما اخد كتلة اكبر من المادة اللي هي وليكن اكس اللي هي كثافتها 1000 دي واي مثلا، كل ما اخد كتلة اكبر من المادة اللي كثافتها 1000 كل ما يكون الرقم بتاع الكثافة مقرب من الـ1000. تتأكد اولا ان كثافة الخليط الرقم اللي هيطلع لك بيتراوح او الرقم بتاعه بيتراوح بين قيمتين بتوع المادتين التانيين، يعني لو عندي عملت او المواد التانية، يعني عندي لو عملت خليط مثلا من 3 مواد واحدة كثافتها 1000 التانية كثافتها 2000 التالتة كثافتها 3 يبقى الخليط كثافته هتتراوح من 1000 لـ3000، مادتين اتنين مثلا واحدة كثافتها 4000 والتانية كثافتها 2000 يبقى كثافة الخليط هتتراوح من ايه؟ من 2000 لـ4000، ولا هتقدر تقل عن كده ولا هتزيد عن كده لأن ده خليط. فأنا بالنسبة لي هنا لو عندي مادتين شبه كده وعندي كتلة مثلا ايه؟ خدت كتلة من هنا أكبر من هنا كل ما أقرب، كل ما أخد كتلة أكبر من المادة اللي كثافتها أقل كل ما أقرب ناحية الـ1000، يعني أنا هنا ايه مثلا ايه؟ كنت مثلا وليكن الكثافة بتاعتي بتاع الخليط 1500، لو أنا زودت الكتلة اللي هي الكفة بتاعتي دي كده ورحت للمادة اللي هي كثافتها 1000 وخدت منها أكتر ألاقي الكثافة عندي ايه قربت منها وقلت وبقت مثلا وليكن 1300، هي عمرها ما هتبقى أقل منها بس بتقرب منها. ليه؟ لأن أنا باخد كثافة ايه؟ باخد من المادة اللي كثافتها أقل ايه؟ كتلة كبيرة. فالمسألة اللي بتاعتنا اللي احنا موجودة معانا دوت اعتبرها ان كفة الميزان في النص، عشان انت خدت ايه؟ خدت لي كتلتين متساويتين، يعني مثلا وليكن اهو تعالى كده نكتب بقى الارقام بتاعتنا هي الصحيحة، خلي نفس الخط زي ما هو ونكتب هنا المادة الأولانية كام؟ 2000 وهنا 6000. احنا قلنا كل ما تقرب ناحية مادة معينة كل ما تزود كتلة في مادة معينة فيهم كل ما الكثافة تقرب منها، تمام تمام احنا هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده انا خدت كتلة متساوية، ايه اللي هيحصل بقى لما اخد كتلة متساوية؟ هنشوف مع بعض. بيقول لك ايه بقى؟ انا خدت كتلة متساوية يعني خدت كتلة من دي قد دي، ايه اللي هيحصل؟ يبقى الميزان هيقف في النص كده بين الكثافتين، يبقى هينتج مادة جديدة خليط كثافته في النص بين الكثافتين. يعني ايه في النص بين الكثافتين؟ يعني لما اروح اجيب الرو للخليط اقول ان هي بتساوي مجموع الكثافتين بتوع المادتين على الاثنين، يبقى 2000 زائد 6000 على 2 اللي هي 4000 يبقى الحل ايه؟ 4000 كيلو جرام على المتر
طب لو كان انا خدت كمية من المادة اللي هي 600 دي 6000 ديت ضعف مثلا ضعف المادة اللي هي رقم 2، كان ايه اللي هيحصل؟ كانت الكثافة هتقرب اكتر لل6000. بمعنى لو انا قلنا ان احنا كنا خدنا ربع كتلة من هنا وتلات ارباع كتلة من هنا، تعال نحسب كده بقى، بما ان كتلة التناسب ايه طردي مع الكثافة، يبقى كنا قلنا ان احنا ناخد ربع من هنا في 2000 زائد 1/3 اللي هي التلات ارباع من المادة دي في 6000، وبرضو ايه على الاتنين، تمام؟ كان الناتج هيبقى كام بقى؟ احسب كده معايا، ربع في 2000 ب 500، احنا قلنا هنا 3، ماشي، ثانية واحدة، في 2000 دي صبورة ذكية دي صبورة غبية. المهم ربع في 2000 زائد 3/4 في 6000. احسب معايا كده بقى، انا خدت ايه؟ كتلة مقدارها ربع وكتلة من التاني مقدارها 3/4. كتلة تناسب طردي مع الكثافة، فتعالى نحسب كثافة الخليط كده في مسألة شبه ديت. لو قال لي ايه ربع الكتلة التانية كانت الكتلة متساوية وحليناها وطلعنا الرقم 4000. انا بقول لك عشان ايه، لو غير لك وتلعب بالالفاظ وقال لك اي نسبة تضرب النسبة الكثافة الاولى زائد النسبة اللي هو عايزها من الكثافة التانية وتقسم على 2، ولو اكتر من مادة تحت هتقسم على 3 وفوق برضه تضرب النسبة في المادة. فكده ايه ربع في 2000 اللي هو ب 500 زائد في 6000 طلعت بكام؟ طلعت ب 5000 زي ما احنا كنا متوقعين، قلنا ان هي تقرب ايه؟ تقرب ل 6000. بكل ما الايه؟ ما الكتله بتاع الماده اللي كثافتها اكبر تزيد كل ما تروح على 6000. طب افرض كانت الكتله بتاع دوت اللي كبرت، كانت الكثافه هتروح ناحيه ال 2000، بس خليك متاكد ان الكثافه بتاع الخليط ولا هتقل عن ال 2000 ولا عمرها هتزيد عن 6000. كميه من سائل كثافته رو حجمها في موضوع داخل اناء الصواني الشكل، فاذا اضيفت كميه اخرى من نفس السائل حجمها 2 في الى اناء فان كثافه السائل. احنا بنقول بس ايه الحجم اتغير، بس كده كده الكتله هتتغير، ادام ما فيش درجه الحراره اتغيرت ولا الضغط ولا سخنا ولا عملنا حاجه، يبقى الرو ثابت. يحط بقى حجم الزياده يعمل اللي يعمله، انا ماليش دعوه، يبقى الرو ايه ثابت. يبقى ايه؟ يبقى الكثافة هتساوي الرو، يبقى الاختيار رقم 2. الشكل البيان المقابل يمثل العلاقة بين كتلة عدة شرايح زوجية وحجم كل منها، فإذا علمت أن كثافة الماء تساوي الرقم ده، فإن الكثافة النسبية اللي هو أي 1000 كيلو جرام، فإن الكثافة النسبية للزجاج تساوي، هو مديك رسمة بتعبر تقدر تستخرج منها ايه؟ تقدر تستخرج منها الرو. ازاي اقدر استخرج منها الرو؟ انا عندي عارف ان الميل هو فرق الصادات على فرق السينات، فانا عندي هنا الرو تساوي ام على الفي، فلو رحت خدت اي نقطتين فانا عندي الرو هو الميل هنا، لان هو ايه ام على الفي، وعندي الام على محور السينات الصادات والفي على محور السينات، بس انا عندي الام بالجرام والفي بالسنتيمتر المكعب، وهو مديني كثافه الماء بالكيلوجرام على المتر التكعيب، وعشان اقسمهم على بعض لازم احول، لان ما ينفعش اقسم كيلوجرام على سنتيمتر مكعب واقسمه على ايه؟ على كيلوجرام على متر مكعب، فانا لازم احول. بس احنا قلنا احنا بنجيب الميل ازاي؟ او هاخد نقطه مع ايه؟ مع نقطه قبلها، او ممكن اخد نقطتين فوق واطرحهم عادي، بس احنا ايه؟ بستسهل وباخد اللي هي ايه؟ مع الصفر، يبقى فرق الصادات يبقى 5 ناقص 0 اللي هي ايه؟ ب5 على 2 ناقص 0 اللي هي ب2، بس فوق الكتلة بالجرام وأنا عايزها بالكيلو جرام، فهضرب فيه 10
اس سالب 3، وعندي تحت بالسنتيمتر المكعب وانا عايز احول المتر المكعب، فاللي هي في 10 اس 2 الكل اس سالب كل، لا هنا سالب 2 وهنا سالب 3 ماشي اللي هي 10 اس سالب 3، فالرو عندي بتساوي 5 في 10 سالب 3 على 2 في 10 سالب 6 اللي هي بتساوي 2.5. طلعت ان ايه الكثافة بتاع الزجاج ب2.5. طبعا عايز احسب الكثافة النسبية، الكثافة النسبية يبقى كثافة المادة على كثافة الماء، يبقى 2.5 اللي انا طلعتهم دول وطلعتهم بالكيلوجرام برضو على المتر المكعب على كثافة المية اللي هي 1000، يبقى 2.5 على 1000 يبقى الناتج رقم 4 هو الصحيح اللي هو 2.5. نخش على مثال كمان. بقول لك الشكل البياني يوضح تغير في كثافة الدم شخص تحت الملاحظة الطبيعية خلال 30 يوم، أي الفقرات أي الفترات توضح إصابة شخص بأنيميا؟ احنا قلنا طالما هو فرنج من 1060 ل 1040 فهو تمام، اول ما ينزل عن الرينج دوت يبقى هو في حاله خطر. هو نزل عن الرينج هنا في الحاله منين؟ من بي لسي ومن دي لسي. من يبقى ايه؟ يبقى سي دي وبي سي، سي دي وبي سي اللي هي الاجابه اجابه رقم جي. احنا كنا شايفينها في التطبيقات بتاع الكثافه لما قلنا ان هو ما ينفعش كثافه الدم تقل عن كذا، ان لو قلت عن اللي هو الرقم اللي هو محدد دوت ما بين 160 و 1060 و 1040 بيبقى عنده نقص اللي هو ايه؟ كره الدم الحمراء اللي هو ايه ما يعادل انيميا. بسرعه كده ايه بقى، خلاص فاضل لنا حاجات بسيطه. لديك اربعه حجوم متساويه، قال لك الحجم متساوي من اجسام مختلفه، يعني مواد مختلفه من الاخر. 1 2 3 4 كما بالرسم، اي الاجسام يكون اكبر كثافه نسبيه. كده كده ايه؟ الكثافه النسبيه بتساوي كثافه الماده على كثافه الماء، يبقى اللي اكبر فيهم كثافه هو هيبقى اكبر في الكثافه النسبيه برضه، لان ايه؟ لما اجي اقسم هقسم على الكثافه النسبيه اللي هي الماء لهم كلهم، فمش فارقه معايا، فاللي كثافته اكبر هو الكثافه النسبيه بتاعته اكبر. اعرف النون اللي كثافته اكبر، انا عندي قال لي الحجم متساوي. بالحجم بتاعتهم كلهم متساوي، يبقى فوق الكتله بتتناسب ايه؟ طردي مع الكثافه، يبقى اكبرهم كثافه هم اكبرهم كثافه نسبيه، واكبرهم كتله لان الكتله بتتناسب مع الرو، بكل ما الكتله كبرت هنا عندما الحجوم متساويه يبقى ايه؟ كثافه تزيد. يبقى انا عندي ده بنص كيلو جرام وده ب 4 كيلو جرام، 1 كيلو جرام 2 كيلو جرام، يبقى 4 كيلو جرام اكبرهم، يبقى الاجابه الصحيحه رقم 3 اللي هي ايه؟ 1 اللي هي الف دي، دي الف اللي هي دي. اخر حاجه معانا ثلاث انابيب زجاجيه متماثله وضعت فيها حجوم متساوي، برضو الحجم ثابت، من ثلاث سوائل مختلفه زيت وجليسرين وماء على الترتيب، بحيث ان كتله الزيت 90 وكتله الجليسرين 126 وكتله الماء 100، فيكون ترتيب الكثافات هو، انا عندي حطيت ماء جليسرين زيت، وعندي برضو نفس المثال اللي فات قلنا ان الحجوم متساويه، يبقى الموضوع معتمد على ايه؟ على الكتله، كل ما الكتله كبرت كل ما كان ايه؟ كل ما كان كثافه الماده ديت اكبر. عندي اكبرهم كتله جليسرين 126 جرام، عندي بعده الميه، عندي بعده كتله الزيت اللي هي 90، فبالتالي كثافتهم هتبقى بالترتيب نفس كثافتهم في نفس ترتيبهم في الكتل اللي هو رو رو جليسرين اكبر من رو ماء، ورو ماء اكبر من الرو بتاع الزيت، يبقى الاجابه رقم الف هي الاجابه الصحيحه. باذن الله المره الجايه هناخد درس الضغط، وده كميه فيزيائيه اخرى هندرس عليها بعض الحاجات كده زي الكثافه ونفهمها ونحل شويه امثله، وبرضه ان شاء الله ننزل لكم شويه اسئله كده اللي احنا قلنا عليهم في الاول ده تحلوهم على درس الكثافه، وبعد ما نخلص الدرسين هننزل حلقه مراجعه هنحل فيها على الفصل كله ونشوف افكار اكتر وكده، بس بفضل الله احنا يعتبر غطينا معظم الافكار هنا
وقلنا كل معظم الحاجات اللي ممكن ترخم عليك. كل اللي هنعمله كل اللي هنعمله بس ان احنا ايه هنزود شوية حل وشوية افكار كمان ممكن يرخموا عليك، اللي هم مثلا زي ايه الحجم المفرغ او كده، وايه ونشوف برضو ايه ممكن يلعب عليك في ايه في الامتحان، ونجيب امثلة يشبهه ونحلها ان شاء الله. اشوفكم بخير دايما وفي صحة، وايه واصلين لأعلى الدرجات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.